مساء الخير إلى آخر فقرات 24 جرات. اليوم حنتكلم عن فن ربما يكون غريب شوية، المندالا. هو فن حنتعرف عليه من خلال الفنانة التشكيلية الموجودة معنا رشا محمد منير. ازيك يا رشا؟ مساء الخير. أهلا، مساء النور. كيفك؟ كويسة؟ تمام الحمد لله. مندالا، تعريف المندالا عندنا في السودان المندولة أو في غرب السودان. أيوة، بنلقاه في الفاشر والجنين اللي هي وعاء اللي بيكون فيه هو الأكل. أيوة، خطفي والعصيدة والملاح. أيوة، ما أعرف هل أقدر أربط بيناتهم ولا لا لا لا، اسمحي لي أو أديكي فرصة إنك تعرفي لي الفن. أيوة، أوكي. مندالا، لأنه نفس الفكرة برسوبة فوق في المندولة. أي، هي فكرتها أصلاً هي جاية من الهند أصلاً. فهم هي عبارة عن خطوط وتقاطعات اصلا من اشكال هندسيه، يعني حاجات كثيره مربطه ببعض. والفكره بتاعتها السيمتريكا اللي هي التطابق اصلا. فمهما يعني لما تجيب الرسمه يعني وش جزء اليمين بالشمال او الاربع اضلاع، نفس الفكره. فهي ومع الزمن سبحان الله قامت تطورت وبقت علاج وبقت فن وبقى معارض و بقت حاجة حلوة شديد. التطابق بمعنى انه انا لو قصيت زي كانوا اعتبرتها أيوة، تورتة. لو عملتيها بالنص حتكون نفس الـ أيوة، لو عملتيها بالربع نفس الفكرة. اها تمام، حلو. أيوة، شديد. طيب بيقولوا عليه فن البهجة. ايوه، الالوان. ايوه، لا هي الفكرة بتاعتها انه هي انت بتعمل هي واحدة من الحاجات اللي بيعملوا بها ريلاكسينج. فهي نوع من انواع تقريبا تحرير او تحرير مشاعر او تفريغ بتاعت مشاعر. يعني ممكن نبكي هسه وممكن نضحك وكذا؟ لا، ممكن انت مركزه في الشغل ممكن تكتشفي مشاعر انت اصلا قاعده جواكي انت ما عارفاها وين. سبحان الله. اي سبحان الله. والفكره بتاعتها اصلا يعني هي سبحان الله هي تطورت بقت علاج اصلا. علاج. يعني في معظم المدارس النفسيه لما يجيبوا يعني العيانين لما يكونوا مضغوطين ووصلوا مرحلة بتاع الضغط، لسه ما وصلوا مرحلة ان هم يتكلموا ويفرغوا جواهم، بيقوموا يلا بينصحوهم ان هم يلونوا المندالة او يرسموا اصلا المندالة اصلا. فمنها جات الفكرة بتاعتها يعني. تمام. طيب يعني انا لاحظت انه في شكل هندسي، في دقه في التفاصيل. يب. في عنايه في اختيار الالوان. ايوه. اذا سالتك انت كفنانه تشكيليه. أيوة. كيف بيتم صناعه لوحه المندالا؟ اوكي، طيب اول حاجه اختيار الشكل اصلا. حبيته صراحه، حلوه. ثانك يو، شكرا. ذوقك. اختيار الشكل في الاول ممكن يكون عارفه الفكره بتاعت الرياضيات زمان لما كنا بناخذ الجيومتريك الهندسة. فنفس الفكرة بتاعت الهندسة تعملي أشكال، تعملي دوائر داخلة في بعض، تطلعي وردة وبعدين تطوريها. هي نفس الفكرة بتاعتها شوية شوية. يعني مثلا حسي زيدية مثلا بدايتها كانت دائرة، بعدين بقت وردة، بعدين بقت دائرة أكبر. كأنها شغل براجل في بعض. أيوة أيوة، هي الفكرة بتاعت البرجل أصلا الدائرة. فالألوان سبحان الله يعني كده، يعني كده جت أنه يعني حاجه كده جواي طلعت. طبعا دي بصمتك انت في اختيار اللون وحسب الحاله النفسيه والمزاجيه للرسام. أكيد. سبحان الله زول لما يبداها لا بتوه يعني ما ما بيقدر يعني حتى انه يقيف. مجرد ما انت بديت انا ما افتكر انك انت تخلي الفرشه او القلم ذاته انه خليه يعني. تمام. هو اذا بتتفقي معي استاذه رشا، يعني عموما فكره الفن هو تنفيس لطاقات سلبيه. أكيد. الفنان لما يقرر يرسم لوحه بيكون عنده الجو الخاص، الهدوء اللي ممكن يتعلم مهاره جديده، سواء كان صبر. أكيد. او غيره من المهارات الحياتيه. طيب فن المندولا بيطلب شنو من الحاجات اللي انا ذكرتها؟ هل بيطلب صبر ولا هي لوحة ممكن تبداها وانت تكون منشغل وتمشي وتجي وتكملها؟ هل بيطلب التركيز الكامل زيها زي اي لوحة فنية تانية؟ شوفي، موضوع بالتدريب يعني. في الاول ازول يعني ممكن يفقد صبره في لحظة من اللحظات لانه ما متعود القعاد. لكن لناس فنانين اصلا بيشتغلوا الشغل ده، لا يعني ده ممكن ينسى نفسه 16 ساعة يكون قاعد في مكان وقاعد بس قاعد شغال. يعني ممكن ينسى حتى انه ياكل ولا يشرب. فهي الفكرة بتاعتها انه انت تركز اصلا. يعني حتى في الـ يعني لما تعلمت الشغل ده الفكرة بتاعته كانت انك انت تتعلم كيف تقعد.
يزور عنده قلق ممكن يتعلم أيوة المندالة. طبعا يقعد كده ويتعلم. عارفة لما تخش الصلاة في الأول بتتكلفت بعد ذاك شوية 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 المدة بالطول، فهي نفس الفكرة. في الأول زول بيكون مقلق شوية، ما عارف يبدأ من وين يخش من وين، لكن بعد شوية موضوع بيتطور معاه ويده بتمشي فيها. حتى في حتى في ناس بيقول لك يعني في أطباء نفسيين بيقول لك إنه لما تخشي الرسمة ذاتها تخشي بفكرة، يعني تخشي بحاجة، يعني مثلا تخشي بمشاعر. يعني مثلا إنه الليلة مثلا أنت ما عارفة أنت مالك الليلة، ما مزبوطة في مشاعر، ما تعرفة أنت ده حزن. خليني أقف معك أصلا لو حد عجبتني وقع لي فكرة إنه المريض النفسي المندالة هي ممكن تكون بتساهم في علاج المرضى، أو كيف ممكن تفسير حالة المريض. أنا حسب معلوماتي أيوه الطبيب النفسي ممكن يبار الخطوط، يشوف حدة القلم، الألوان المستخدمة أكيد، لكن دي حاجة حلوة. فمن وين بتكتشفي انه الشخص ده عنده مشاكل او هو مريض نفسي؟ لا يعني ما مريض. الفكره وين هي؟ الفكره عيني هي مش مريض، هي فكره بتاعت ريلاكسينج. لا مش مريض يعني اي فهماكي هو عنده اكتئاب، هو زول كويس يعني مثلا. طبعا هو زول كويس ايوه. انت من الالوان اصلا بتقدر تفهمي الزول ده مشكلته وين او حتته وين بالضبط، يعني انه هو عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة، متوتر من الخط نفسه بتكوني فاهمة هو ماله، بالذات لو زول دارس أصلا العلاج بالفن. من الألوان انت بتعرفي، ومن طريقة الخط ذاتها انت بتعرفي. الدكاترة النفسيين عموما بينصحوا بها عشان زول يحصل له ريلاكسين، زي ما برضو الدكاترة النفسيين بيخلوا زول يعني المرضى يعني يخشوا في الصلاة، أو يعني الصلاة، الصوم، الروحانية. الحياة الروحانية هي نفس الفكرة بتاعتها، يعني نفس الفكرة الروحانية بتاعتها. التركيز نفسه هو اللي بيخلي الزول يبقى ريلاكس، يبقى مرتاح. الأفكار بتبدأ تجيه، إذا بالذات لو زول، عشان كده قبل قلت لك إنه زول بخش بإيشه، بخش بحاجة أنت ما عارفاها، أنت مالك الليلة، أو لأن أنت عاوزة ترتاحي أو كده، فتخش بمشاعر أو تخش بإيشه بتطلع سبحان الله، بتطلع في اللوحات يعني. أنا طبعا حتفلسف، وبحكم أنه ممنوع التركيز غير على الكاميرات أثناء الهواء والكاميرا لا رهبتها، الحاجة دي التكشر أو الملمس بتاع خشن، فبتقلل التوتر. السادة في الكنترول والأخوة المصورين أنا أنصحكم كل ذول يمسك لهم، فالحاجة الملمس يعني أنا من قبل أثناء الحلقة شغالة بعمل كده، فهي امتصت التوتر بتاع الكاميرات. شايفة سامر غاية شليه لوحة. النوع ده من نوع التلوين اسمه دوت بينتينج، اللي هو التلوين بالنقاط بالتنقيط. وهي اصلا الفكره بتاعتها ان هي بتكون بارزه اصلا. ايوه، ما عشان كده انا حسب التكشر او الملمس بتكون ايوه. فهي واحده من انا من الناس اللي لما اي زول يجي يشوف لوحاتي، بالذات المندالاس، بقوم بقول لهم حسوها، يعني اكثر من انه انت تشوف بس بنظرك. لا، انت تحسها سبحان الله، بتدي بهجه كده. الواحد بيقوم بيستغرب، بيقول لي مثلا انه فيها تكشر او مثلا خشنه او فهي الفكره بتاعتها انه انت بتحس الرسمه اكثر من ان انت بس تشوفها. انت زول شاطر، لانه ما شففتيني، انا وصلت الحياه دي براي عن طريق شباب اللوحات لو سمحتوا، عشان عايزين نعرضها. طيب خلينا نمشي معك لحته ثانيه، انه الالوان المستخدمه وفي خامات يعني. طيب اذا سمحت وبتتحرك يعني، في واحده من اللوحات اللي فيها توربان حقيقي او ربطه الراس، هي قماش، وتقريبا الرينج او الحلق ده حقيقي. ايوه حقيقي. أيوة. القماش حقيقي، التوربان ده حقيقي، ربطينا في راسك كيف؟ والله هي عملية بسيطة جدا، انه انت بس بتعمل فريم للقماشة نفسها، وبس لصيقة يعني. ما هي الفكرة غريبة. اي طبعا. أي يعني هي لوحة 1D مع 3D. ايوه، وفجأة أيوة بتكتشفين ان هي 3D. أي. أيوة. والحلق حقيقي، حلق عديل يعني، هو حلق حقيقي. هي الفكرة بتاعتها انه انه انت بتشوف يعني على يعني زي ما قلت لك ان هي 1D، لكن في النهايه بتكتشفي ان هي لو انت قريبه منه في الجانب الابعد. ايوه تمام. طيب خليني ارجع، انا مركز على موضوع العلاج يعني. منو الفئات المستهدفه من العلاج بفن المندالة؟ اوكي. اكثر ناس اللي هم الناس الاستريسد، الناس المضغوطين شديد، الناس اللي عارفه لما يكون عايش 72 ساعه في 24 ساعه، الناس ديل اكثر ناس محتاجين ان هم يقعدوا ولو يخصصوا ساعتين في اليوم او ساعه في اليوم، ولو في الويك اند يعني في نهايه الاسبوع.
ديل اكثر ناس محتاجين ان هم يقعدوا. اول حاجه طريقه الرسم، التركيز على الرسم نفسه والطريقه بتاعت الالوان وخلط الالوان والحياه بتخلي ان هم يرجعوا لنفسهم، يرجعوا لروحهم. فعشان كده انا قبل قلت انه هي بجد علاج، بتعمل ريلاكسن شديد. نفس الفكره بتاعت الصلاه، انه الصلاه بتخلي الزول يرجع لنفسه، يرجع يهدى ويرجع لنفسه. هي نفس الفكره، انت بجد لما ان شاء الله تخشي في الحياه دي وتبدي تعمليها بجد حتحسي بريلاكس رهيب. حتى انت صوتك بيتغير لما انت تقومي، لما انت تخلصي ولا للاتخن ولا هيبقى سوبرانو ولا هيبقى كيف؟ لا هيبقى هادي. هادي؟ اي انا قاعده اكورك يا شباب. عايزه اشوف الحدود. ممكن بجد بجد حيكون هادي يعني. طب احنا نجرب رايك، ندخل في تحدي ونشوف الحلقه الجايه المتغيرات وانا حكون معك. طيب اذا شخص ما عنده علاقه بالرسم، انت انا بتكلم مع زولا يعني محترفه او على قدر من الجمال يعني في الرسومات، زول ما عنده علاقه بالرسم يعني حيرسم كيف؟ حيشخبط شنو؟ حيصل للملمس ده كيف؟ هل تعلم المندالة سهل ولا بيتطلب مهاره عاليه جدا عشان يصل للوحه فنيه بالدقه اللي انا شايفاها قدامي؟ شوفي، اي حاجه بتجي بالتدريب وبتجي بالتدريج. فهي الفكره، زول عنده قلم رصاص ولا ورقة، ما ضروري طوال زي ده يعني، ممكن قلم رصاص وبرجل آخر حاجة. ممكن يعمل الأشكال دي كلها اللي انت شفتيها، كل الفكرة قلم رصاص وبرجل بس، بما فيهم الرسمة الأفريقية دي ولا أيوة برضو نفس. لا الرسمة الأفريقية دي يعني أصلا أوريدي يعني ده تمرد على الفن. لا هو أصلا فن موجود يعني. لا أصلاً على المندالة. هي أنا حبيت أغير شوية، حسيت أنه أنا يعني ركزت شديد فيها، فبس طلعت شويه وبتاني قمت رجعت اشتكت لها فرجعت لها تاني. طيب على كده انه الفن ممكن يكون ممتد، عندك لوحه رسمتيها وبعد فتره رجعتي حسيتي انه ما اكتملت، ضفت لها بعض اللمسات وطلعت لوحه ثانيه؟ اكيد اكيد اكيد، وفي منهم شلتهم خالص ورجعت تاني عملتهم من الاول. سبحان الله، هي بعد فتره الزول بيغير النظره بتاعته من كتر الشوف، من كتر ايوه بيشوف الحياه، بتعرف الديفكت وين، بتعرف يعني. انا حسي دي واحده من الحاجات اللي نصحني بها كان ابوي، انه حياتك القديمه احتفظ بها عشان تعرف تطورك انت ماشي على وين. اول رسمه تكون رسمتها من اخر واحده بيكون في فرق كبير، فانت بتكون ماشي في بروجرس انك انت ماشي طوالي لقدام. يبدا زول واحده واحده، هي ما صعبه بقدر ما انه هي دايره تركيز يعني. تمام. طيب فن المندالة من فنان إلى آخر أو من شخص للتاني، من رسام للتاني، ممكن تختلف بعد تلوينة؟ أكيد طبعا، على حسب الحالة. شوف الفنانين ديل كلهم شغالين بأحاسيسهم، كلهم عندهم إحساس. ممكن كلنا نرسم نفس الشكل ده، بس ما في زول حيلون زيه، ما في زول حيشتغله بنفس النظرية، ما في زول حيشتغله يعني. أنا حاسة مثلا ملونة بال ما في زول، كل زول وإحساسه بالرسمة، إحساسه في لحظتها نفسها، فهي بتختلف يعني. ما بس إنه البوينت بينتينج، نو ممكن واحد ما تعجبه البوينت بينتينج يشتغل البوينت بينتينج. خلينا نترجم للمشاهد، البوينت بينتينج اللي هي التنقيط، التلوين بالنقط. yeah. طيب أنا شايفاه ده أو الخامات المستخدمة، طبيعة اللون اللي بيكون ثابت لفترة طويلة، تستعمل ياتو خامة بالتحديد في الأرضية، ياتو نوع من الفرش، ياتو نوع من الألوان في فن المندالة؟ أوكي، ده كانفس اللي هو طوال العادي، ده طوال اللي هي البيزك بتاع الرسمة ذات القماشة ذات اللي بشتغل عليها. هي بتجي جاهزة عموما. الألوان أكريليك، اكريليك اي الوان اكريليك. ف الالوان ذاتها يعني ممكن زول مثلا كمبتدئ ياخذ مثلا الالوان الاساسيه اللي هم ازرق واصفر واحمر، وبعد ذاك يبدا يلخبط ويشتغل يعني براو. دي فيها الوان فرعيه تقريبا أيوة. اللي جنبك فيها أيوة. اكثر من لون فرعي ايوه، او تدرجات لالوان هي اساسيه اساسا ايوه اي اساسا اساس اي نعم. جميله اللوحه دي، شغله دي براها، دي اسمه نيوروغرافيك، ده شغله براو، ده مش ماندالا. ده ما ماندالا، ده نيوروغرافيك. ده برضو واحد من العلاجات بتاعت الريلاكسين. انه الواحد دي مش الريلاكسين، هي تفريغ لمشاعر. ده نوع من انواع العلاج لتفريغ المشاعر. ده يمكن اكتر للريلاكسين، الماندالا شويه ريلاكسين اكتر، لكن دي بتفرغ المشاعر اللي هي النيوروغرافيك. طيب يعني انا جف بالي او خطر في بالي اسالك سؤال، الشخص اللي مزين بيته بالماندالا تتوقع يكون في استقرار، في هدوء في أفراد الأسرة؟
أكيد أكيد. شوفي أي بيت بتلقي فيه شغل بتاع يد، بالذات لو ناس اصلا بيشتغلوه في البيت، بتحس انه البيت فيه روحهم، فيه مكانهم، ده مكانهم، دي حتتهم، دي حاجاتهم. مستحيل تلقي بيت فاضي ما فيه ما فيهوش لوحات او حياة فنية، بالذات سبحان الله بتحس بروحهم قاعدة في المكان او حاجاتهم قاعدة في المكان. ان شاء الله يوم اتمنى انك انت تيجي تشوفي بيتنا، بيتنا كله زي ده ما شاء الله. اي زول فينا عنده حاجه قاعده في البيت، عندك ركن خاص، روحه قاعده في البيت. يا سلام، والله يا شوقتينا. ولو كان قدمتي الدعوه دي قبل فتره كنا جينا عملنا تقرير، لكن اوعدك انه بوصلك مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. رشا محمد منير، الفنانه التشكيليه المتخصصه في فن الماندالا، شكرا لانك عرفتينا على فن جديد من خلاله ممكن نقدر نتنفس عن صعاب الحياه اليوميه والمعافره اللي احنا عايشينها. اكيد اكيد. شكرا جزيلا لك. شكرا لك انت. شكرا جزيلا. نصيحة مجرب فن الماندالا وقت يعني المعافرة اليومية اللي احنا عايشينها، فبنصح اي شخص يتعرف على الأستاذة رشا. كل الشباب شكرا جزيلا للفريق العامل، لحد ما نلقاكم ان شاء الله خالص، تحياتي وتحيا الفريق العامل، في امان الله.